اسمك؟ اسمي احمد. من وين؟ انا منطقة البلديات. حياك الله. كل الهلا. كل شوي تجي للمول؟ والله حسب الظروف، من فترة وفترة. حسب الفراغ؟ اي حسب الفراغ. شغلك متعب لو سهل؟ والله نص ونص. والله العظيم. يلا الحمد لله وشكرا. متزوج؟ اي متزوج. شلونك ترتيب العائلة؟ تعال شوية يمنا. ها تمام. ها ايوه. توصف الحياة الزوجية بصفة معينة لو مثل حسين تقول احنا ملخبطين؟ تعال شوية يمي وخلي وجهك للكاميرا. لا بالعكس. شنو توصفها؟ استقرار، امان، واحد يوفر. عيني بعينك ما مدى صدقك. ليه؟ ما عشي من قلبك. ليه استواضوة؟ ما أدري. هيك من الله. أشكرك. زين. نسأل السؤال بغير طريقة. يلا تفضل. لو يرجع بيك الزمن ترجع تتزوج؟ لا. خلاص إذا أنا إحساسي كان صحيح من البداية. إيه والله. زين ليش زين خلي وجهك للكاميرا حتى اليوم المدام تشوفك نومك بالشارع. لا يا بس نومني بالشارع. زين شنو العمر المناسب للزواج؟ والله عمرك كبير. من انسان يوعي كبار؟ يوعي كبار لان تعرفين وضعنا هذا الحال، اذا ماكو عندك وظيفه او شيء مؤسس حياه. اي حياه تلف. صح. اذا ياسسه ومستقبل زين وهذا لا ليش ما يقدر يتزوج؟ حلو. زين شنو ترتيبك باخوتك؟ اخوتي من ناحيه ايش؟ ترتيبك يا رقم انت؟ انا الكبير. يا يما الله يعينك. تعال شوي هنا. أنا تعال. شلون الكبير؟ شلون هم وياك؟ شاعرين قلبك؟ والله لا مخاويهم ما. ها. اي والله صادقهم؟ اي مصادقهم. كم اخ واخت عندك؟ انا عندي 4 اخوات. ما عندي. ما عندكم خوات؟ اي والله. شلون عايشين؟ ايش تسوي؟ ما حلوه الحياه بدون خوات. ايش تسوي لعب؟ انا ما عندي اخوان. انا اخوك. انت ولا عينك. اي والله سبحان الله. شوف تقسيم رب العالمين. انا ما عندي اخ. انت ما عندك اخت؟ اي والله ما ادري ايش قد هذا خدمه صارت. سبحان الله. انا اشوف الحياه بدون اخ تمشي. تقدر والله تمشي. عندي اختي كبيره هي اخوي. اي اخوي يعني اختي كلش كلش. بس الحياه بدون اخت صعبه. والله الاخت حنيه. ما مجرب هذا الشهر. اي بالضبط. فانت تخيل اذا تجربه راح تحس روحك ما عايش قبل. الاخت حنيه. ام اشتري اخت ماك ما منها بعد الا الا بعد انت تتزوج وتخلف درزن بنات. ايش تسوي؟ عندي كم بنت عندك؟ عندي بنات 2. ما شاء الله. شنو رايك بتربيتي؟ والله تربيه زين. شنو رايك بين حنينات؟ ها حنينات. كلش. شفت شلون؟ اي والله. خير عندك اخت تصير حن منهن عليك. اي والله صحيح. اي والله بس ما شاء الله. الله يحفظك. شوف حمزه راح يطلع فاصل ويعوفني لين ما يشوفك يقول انت ما تندار عليه. اي عفوا. زين كلش قد تشوف اطفالك والعائله؟ انا شغلي كل 3 ايام انزل 3 ايام. اي زين يعني تشوفهم خير من الله. ما اشوف يوم عوده هوسه ودوخه. شو اشوف من يوم؟ كل شيء ما اشوف. شكلك تقدر تسوي 6 بيوم. اي والله افضل. زين نسالك سؤال حلقه؟ تفضل. يلا نسالك سؤال حلقه. زين شنو الشيء اللي اليوم ينطيك دافع واصرار انه انت تعيش او تحقق اهدافك؟ لو هيك عايش والسلام. لا شلون؟ ها اي سولف؟ شو سولفت؟ ما ادري. انت قلت لي لا شلون يعني عندك حكي. شنو الدافع اللي يخليك تستمر تعيش؟ طبعا عند عائلتي، اكون نفسي، استقرار حياتي الشخصيه. الله يوفقك. رحم الله والديك. ويستر عليك ان شاء الله. شباب اعطونا هديه. نورتني. وكل الهلا بيك. الله يسلمك. لقائك حيل حلو بالشعر. صدق والله العظيم. انا يعني كلش احب الشعر ما اعرف خاصه كلبه بعلم علم طور. ما ادري اول شعر حفظت له فكلش ببالي صديق العائله. نعم. اي والله يسلمك. الله يسلمك. هذه هديه من شركه رحله النبع للسياحه والسفر. رحله لي حضرتك 4 ايام شوي غيب من الدوام يوم وروح ان شاء الله. كل الهلا. مع السلامه. حياك الله. حياك.